بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في إطلالة جديدة من برنامج وإن عليه لطلاوة، الذي يشرف بأعينكم على قناة التناصح الفضائية ويتهادى إلى أسماعكم عبر أثير إذاعة التناصح. كنا قد ابتدأنا أيام شهر رمضان المبارك سلسلة مباركة تحدثنا فيها عن مخارج الحروف، وبينا مخارج الحروف العربية بيانا شافيا كافيا بفضل الله ومنه وكرمه. أيضا ابتدأنا الحديث عن صفات الحروف، وبينا أن صفات الحروف العربية تنقسم إلى قسمين، صفات متقابلة وصفات لا ضد لها. شرحنا الصفات المتقابلة، الهمس وضده الجهر، والشدة وضدها الرخاوة، وبينهما البينية، والاستعلاء وضده الاستفال، والانفتاح وضده الإطباق، والإصمات وضده الإذلاق. أيضا تحدثنا عن بعض الصفات التي لا ضد لها، تكلمنا عن صفة الصفير، وتكلمنا أيضا عن صفة التفشي. نكمل إن شاء الله في هذه الحلقة وما يتلوها من حلقات ما كنا ابتدأناه من الحديث عن صفات الحروف التي لا ضد لها. اليوم نتكلم عن صفة جديدة من الصفات التي لا ضد لها، وهي صفة القلقلة. كنا قد بينا مرارا كيفية خروج الحرف العربي وميكانيكية هذا الخروج، وفرقنا بين خروج الحرف العربي وهو ساكن وخروج الحرف العربي وهو متحرك. قلنا بأن الحرف العربي المتحرك يخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق، ما مي مو، سواء كانت الحركة ضمة أو كانت الحركة فتحة أو كانت الحركة كسرة، فإن طرفي عضو النطق يكونان في حالة التصاق ثم يتباعدان. سواء كان الحرف مفتوحا فإنهم يتباعدان، يتباعد طرفا عضو النطق هكذا، ما وتضم الشفتين إلى الأمام، يعني يصاحب هذا الانفتاح للفم وهذا التباعد انفتاح انضمام للشفتين إذا كان الحرف مضموما مو، ويصاحب هذا التباعد وهذا الانفتاح انخفاض للفك السفلي إذا كان الحرف مكسورا هكذا مي. أما الحرف الساكن فإنه يخرج بالتصادم بين طرفي عضو النطق. إذن الحرف العربي إما أن يكون متحركا وإما أن يكون ساكنا. إن كان متحركا فإنه يخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق ويصاحبه انفتاح للفم إذا كان الحرف مفتوحا، ويصاحبه انخفاض للفك السفلي إذا كان الحرف مكسورا، ويصاحبه انضمام للشفتين إذا كان الحرف مضموما. الحرف الساكن يخرج بالتصادم بين طرفي عضو النطق. هذه هي القاعدة الكلية، لكن العرب كانوا إذا نطقوا خمسة أحرف من حروف الهجاء فإنهم يخرجونها بالتباعد بين طرفي عضو النطق وهي ساكنة. يعني مع كون هذه الأحرف ساكنة فإنها تخرج بالتباعد مشبهة في ذلك الحروف المتحركة. هذه الخمسة الأحرف هي القاف والطاء والباء والجيم والدال، جمعوها بقولهم قطب جد، القاف والطاء والباء والجيم والدال. فهذه الأحرف كانت العرب إذا نطقتها وهي ساكنة تخرجها بالتباعد بين طرفي عضو النطق، فهذه الخمسة خالفت القاعدة الأصلية عند سكونها، لا تخرج بالتصادم بين طرفي عضو النطق ولكنها تخرج بالتباعد. يعني لا تقول العرب أب يعني هكذا بالتصادم، وإنما يقولون أب
يعني يخرجونها بالتباعد بين طرفي عضو نطق، بين الشفتين. أيضا بدل أن يقولوا أط يقولون أط هكذا بالتباعد، بدل أن يقولوا أق يقولون أق، بدل أن يقولوا أد يقولون أج، بدل أن يقولوا أد يقولون أد. مثلا قل هو الله أحد أحد، ولا يقولون أحد هكذا بالتصادم، إنما يخرجون هذه الأحرف الخمسة حروف قطب جد إذا سكنت فإنهم يخرجونها بالتباعد بين طرفي عضو النطق. إذن هذه هي الأحرف الخمسة من لغة العرب، حالة سكونها تخرجها العرب بالتباعد بين طرفي عضو النطق لا بالتصادم، مخالفة للقاعدة الأصلية. سمى العلماء هذا العمل القلقلة. نشرح إن شاء الله لماذا سمي بهذا الاسم، يعني بعد أن فيما يأتي إن شاء الله من كلام على القلقلة. إذن القلقلة تعريفها في اللغة، ولما نقول التعريف في اللغة نقصد معنى الكلمة في لغتنا العربية. القلقلة هي الاضطراب والتحريك. أما في اصطلاح أئمة التجويد هي إخراج حرف القلقلة حالة سكونه بالتباعد بين طرفي عضو النطق دون أن يصاحبه انفتاح للفم أو انخفاض للفك السفلي أو انضمام للشفتين، يعني دون أن يصاحبه شائبة من حركة. ما هي حروف القلقلة؟ حروف القلقلة هي خمسة أحرف جمعوها بقولهم قطب جد، القاف والطاء والباء والجيم والدال. الآن عندنا وقفة مع هذا التعريف، تعريف القلقلة في اصطلاح أئمتنا رحمهم الله وجزاهم عنا خيرا. هي إخراج حرف القلقلة، حروف القلقلة هي قطب جد، هي إخراج حرف القلقلة حالة سكونه لما يكون ساكن بالتباعد بين طرفي عضو نطق، لأن الأصل ماذا؟ لأن الأصل في الحرف الساكن أن يخرج بالتصادم بين طرفي عضو النطق، لكن هذه الأحرف الخمسة خالفت بقية الحروف، خالفت القاعدة الأصلية وهي أن الحروف الساكنة تخرج بالتصادم بين طرفي عضو النطق. هذه الأحرف الخمسة إذا سكنت تخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق، لكن لا يصاحبها شائبة من حركة. لما تكلمنا عن الحروف المتحركة قلنا تخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق ويصاحبه الحرف المفتوح انفتاح للفم، يصاحب الحرف المكسور انخفاض للفك السفلي، يصاحب الحرف المضموم انضمام للشفتين. لكن هذه الأحرف صحيح أنها شابهت الحروف المتحركة من حيث كونها يعني تخرج بالتباعد بين طرفي عضو نطق، لكنها لا تشابهها في مسألة الانفتاح للفم أو الانضمام للشفتين أو الانخفاض للفك السفلي. فهذه الحروف صحيح وهي ساكنة تخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق، لكن لا يصاحبها شائبة من حركة، فلابد أن ننتبه لذلك، بارك الله فيكم. إذن عندنا الحروف العربية 29 حرفا، نستثني منها الألف لأن الألف لا يكون إلا ساكنا ولا يكون ما قبله إلا مفتوحا، يبقى عندنا 28 حرفا. هذه 28 حرفا لها حالتان، إما أن تكون ساكنة وإما أن تكون متحركة. إن كانت ساكنة، خلينا في الأول، إن كانت متحركة فإنها تخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق ويصاحب هذا التباعد انفتاح للفم إذا كان الحرف مفتوحا، وانخفاض للفك السفلي إذا كان الحرف مكسورا، وانضمام للشفتين إذا كان الحرف مضموما. الأحرف الساكنة تخرج بالتصادم بين طرفي عضو النطق عدا خمسة أحرف التي هي حروف القلقلة، حروف قطب جد. هذه الأحرف الخمسة تخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق، فهي من هذه الناحية تشبه الحروف المتحركة، لكن لا يصاحب هذا التباعد انفتاح للفم
ولا انخفاض للفك السفلي ولا انضمام للشفتين كما هو الحال في الحروف المتحركة. هذه هي حروف القلقلة وهذا هو حكم القلقلة. بقي مسألة يعني نريد أن نثيرها. هل أداء القلقلة واحدا إذا كان حرف القلقلة موقوفا عليه أو كان حرف القلقلة في وسط الكلام أو الكلمة؟ هل الأداء هنا هو نفس الأداء هنا؟ علماؤنا رحمهم الله وجزاهم عنا خيرا ميزوا بين نطق حرف القلقلة إذا كان آخر حرف في الكلام، يعني إذا وقفنا على حرف القلقلة، وبين نطقه إذا كان ضمن الكلام أو إذا كان وسط الكلام. يعني مثلا لو قرأنا قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، الدال هنا وقفنا عليها، لما وقفنا على الدال ليس بعد الدال شيء لأننا وقفنا عليها، فالدال قلقلتها تكون واضحة جلية لأننا وقفنا على حرف الدال وليس بعد حرف الدال شيء. لكن لما يقول القارئ لم يلد ولم يولد، فحرف الدال من يلد الفم مباشرة يريد أن يتهيأ إلى الواو التي بعد الدال، لم يلد ولم يولد، فلذلك تكون القلقلة أقل وضوحا من ولم يولد، الدال الثانية التي وقفنا عليها، لأن في الدال الأولى من كلمة يلد بعدها حرف الواو، فلما يعني أردنا أو هيأنا أو تهيأ مخرج حرف الواو فالقلقلة في حرف الدال تكون أقل وضوحا، لكن الدال التي وقفنا عليها ولم يولد، فالدال ليس بعدها شيء، فكانت القلقلة أكثر وضوحا وجلاء. إذن لما يكون حرف القلقلة وسط الكلمة أو الكلام يكون وضوحه أقل، لذلك قسم علماؤنا مراتب القلقلة إلى مرتبتين. قالوا المرتبة الأولى هي القلقلة الكبرى. متى تكون القلقلة كبرى؟ تكون عندما يكون حرف القلقلة موقوفا عليه، يعني لما نقف على حرف القلقلة، مثل ولم يولد، لاحظوا وقفنا على الدال، الدال ليس بعدها شيء، لذلك فإن القلقلة في حرف الدال تكون واضحة جلية. أيضا من الأمثلة قل أعوذ برب الفلق، لما وقفنا على القاف، القاف ليس بعدها شيء، وبالتالي فإن القلقلة تكون واضحة. أيضا كلمة والله سريع الحساب، لما وقفنا على الباء هذه كانت القلقلة فيها يعني جلية واضحة لأن الباء ليس بعدها شيء. إذن هذه هي المرتبة الأولى من مراتب القلقلة وهي القلقلة الكبرى. المرتبة الثانية من مراتب القلقلة هي القلقلة الصغرى. القلقلة الصغرى متى تكون؟ عندما يكون حرف القلقلة وسط الكلمة أو الكلام. وسط الكلمة مثل قوله تعالى يقطعون، لاحظوا القاف من كلمة يقطعون، فلما ننطق هذه القاف المقلقلة مباشرة الفم يتهيأ على مخرج الطاء التي هي بعد حرف القاف، بالتالي تكون القلقلة أقل وضوحا، يقطعون. هذا مثال لحرف القلقلة وسط الكلمة. طيب نأخذ مثالا على حرف القلقلة وسط الكلام، مثل قد أفلح المؤمنون، قد دال ساكنة حرف قلقلة بعدها همز قد أفلح، بعد أن ننطق هذه الدال فإن الفم يتهيأ على مخرج حرف الهمزة، لذلك تكون القلقلة أقل وضوحا. إذن القلقلة لها مرتبتان،
المرتبة الأولى هي القلقلة الكبرى، وتكون عندما يكون حرف القلقلة موقوفا عليه مثل قل هو الله أحد، أيضا قل أعوذ برب الفلق. المرتبة الثانية هي القلقلة الصغرى عندما يكون حرف القلقلة وسط الكلمة أو الكلام مثل يقطعون قد أفلح المؤمنون. فهذه هي مراتب القلقلة. لكن ننتبه لأمر، وهي في كلتا الحالتين تكون القلقلة قلقلة واضحة جلية، لكن الأمر دائر بين واضح وأوضح. مثلا لم يلد ولم يولد، هذا المقطع فيه يعني دالين كلاهما مقلقل، لكن الدالة الأولى كانت وسط الكلام بالتالي تكون في قلقلتها أقل وضوحا، وهذه هي المرتبة الثانية القلقلة الصغرى. لكن الدالة الأخرى التي وقفنا عليها ولم يولد كانت أكثر وضوحا، لأننا وقفنا على هذه الدال وليس بعد هذه الدال شيء. فيعني دائما في كلتا الحالتين تكون القلقلة واضحة جلية، لكن كما أسلفت فالأمر دائر بين واضح وأوضح. إذن القلقلة تكون في حروف قطب جد، سواء كان سكونها أصليا، يعني كان السكون في الوصل وفي الوقف، أو كان عارضا بسبب الوقف. مثلا كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. هذه القافات كلها قافات متحركة، لكن لما وقفنا على هذه القافات سكنت بسبب الوقف. فالقلقلة تكون في حروفها حروف قطب جد إذا كانت ساكنة، سواء كان هذا السكون أصليا، يعني السكون يكون في الوصل والوقف مثل لم يلد ولم يولد، أو كان سكونا عارضا بسبب الوقف، لأننا طبعا دائما إذا وقفنا فإننا نقف بالسكون. يعني على أغلب لهجات العرب هناك الوقف بالروم والإشمام، ليس هذا يعني وقت حديث عن هذه المسألة. هذا هو مبحث القلقلة. عرفنا أن القلقلة تعريفها في اللغة هو الاضطراب والتحريك. أيضا عرفنا تعريف القلقلة في الاصطلاح أئمة التجويد، قلنا هو إخراج كل حرف من هو إخراج حرف القلقلة حالة سكونه بالتباعد بين طرفي عضو النطق دون أن يصاحبه انفتاح للفم أو انخفاض للفك السفلي أو انضمام للشفتين. نأخذ الآن فاصل قصير، نواصل بعده بإذن الله، فحياكم الله. وتراها عين الرحمن وصدور تشتاق إلى القرآن. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. صندوق الزكاة الليبي تحت رعاية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إحياء فريضة الزكاة لدى عامة الناس وقبول زكاة المحسنين وتبرعاتهم وإيصالها لمستحقيها وإنفاقها على مصارفها بثقة وأمانة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. أتعلم يا عبد الله أن الصدقة التي تخرجها مالا أو عينا، من يأخذها؟ من يتقبلها؟ الله عز وجل يتقبلها بيمينه
وهو الغني الحميد. زكاتك طاعة وأجر وشفاء واستثمار وأكثر. للاتصال بصندوق الزكاة الليبي، الموقع الإلكتروني www.zakatfound.ly. وتراها عين الرحمن وصدور تشتاق إلى القرآن. السلام عليكم، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم من جديد. كنا نتحدث قبل الفاصل عن القلقلة، وبينا بحمد الله ومنه وكرمه يعني القلقلة. ذكرنا أن حروف الهجاء باستثناء الألف إما أن تكون ساكنة وإما أن تكون متحركة. إن كانت متحركة فإنها تخرج بالتباعد بين طرفي عضو نطقي، وسماه بعض العلماء بالقلع. يصاحب هذا الانفتاح أو هذا التباعد انفتاح وسط للفم إذا كان الحرف مفتوحا، ويصاحبه انضمام للشفتين إلى الأمام إذا كان الحرف مضموما، ويصاحبه انخفاض للفك السفلي إذا كان الحرف مكسورا. الحرف العربي إذا كان ساكن يخرج بالتصادم بين طرفي عضو النطق، عدا طبعا هذا سماها بعض علمائنا بالقرع، باستثناء خمسة أحرف وهي حروف قطب جد: القاف والطاء والباء والجيم والدال. هذه الخمسة الأحرف فإنها حالة سكونها تخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق، لكن دون أن يصاحبها شائبة من حركة، بمعنى دون أن يصاحبها انفتاح للفم كما هو الحال في الحرف المفتوح، ودون أن يصاحبها انخفاض للفك السفلي كما هو الحال في الحرف المكسور، ودون أن يصاحبها انضمام للشفتين كما هو الحال في الحرف المضموم. أيضا ذكرنا أن هذه القلقلة علماؤنا رحمهم الله يعني جعلوها مرتبتين: القلقلة الكبرى عندما يكون حرف القلقلة موقوفا عليه، مثل أحد الفلق. المرتبة الثانية القلقلة الصغرى عندما يكون حرف القلقلة وسط الكلمة أو الكلام، مثل يقطعون قد أفلح المؤمنون. وبينا لماذا علماؤنا ميزوا بين حرف القلقلة إذا كان وسط الكلمة أو الكلام، وبين حرف القلقلة إذا كان موقوفا عليه. نكتفي بهذا القدر من مادتنا العلمية. الآن نتلو التلاوة المنهجية وهي الصفحة 89 بعد 104 من الآية 10 من سورة الزخرف إلى الآية 21 إلى الآية 21 من سورة الزخرف. أتلو وبعد ذلك المجال المفتوح لمن أراد أن يتصل ويسمعنا تلاوته على الأرقام التي ستظهر إن شاء الله أسفل الشاشة. الله المستعان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين
وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوَمَنْ يَنْشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِنْدَ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشْهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون صدق الله العظيم. نسعد ونسر بتلقي اتصالاتكم على الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة لمن أراد أن يسمعنا تلاوة. معنا أول اتصال من الأخ أنس، حياك الله أخي الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي أنس. حياكم وإياك إن شاء الله. أهلا وسهلا بك. الله يسلمك يا شيخ. تفضل أنس بالقراءة. نقرا الجزء تو ولا اي شيء؟ كما تحب اخي انس. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا النار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى
وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بارك الله فيك أخي أنس، ما شاء الله صوتك جميل، لي ملاحظات على أدائك إن شاء الله تسمعها مني بإذن الله. الخلف بين قراءة نافع براويه قالون وورش وبين رواية الدوري عن أبي عمرو ورواية حفص عن عاصم رحمهم الله جميعا. أول هذا الخلف في الآية 16، وهي قوله تعالى: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وهو بإسكان الهاء، هكذا قرأ قالون وأبو عمرو، أما ورش وحفص فقد قرأ وهو بضم الهاء. معي اتصال من الأخ محمد، حياك الله أخي الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام فضيلة الشيخ. حياك الله أخي محمد، تفضل بالقراءة. نعم. ليه مستفسر الآن؟ إنه يراقب هو وقبيله، والبعض فيه إنه يراقب هو وقبيله، بنت أي رواية هذا؟ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم؟ نعم. وعلى سبيل الآخر كان يجري إنه يراقب هو وقبيله، بنت النار قبيله بأي قراءة؟ بكسر اللام. طيب إن شاء الله، اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. وجعل لكم من الفلك. وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. فتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفات بالبنين. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم فتكتب شهاداتهم ويسألون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. أم آتيناهم كتابا من قبله وهم به مستمسكون. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. حسبك بارك الله فيك أخي محمد، لملاحظات إن شاء الله تسمعها مني، لكن نأخذ فاصل قصير نواصل بعده بإذن الله، فلا تذهبوا بعيدا. وترى عين الرحمن وصدور تشتاق إلى القرآن. مدونة الفقه المالكي وأدلته لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني، طبعة جديدة في 5 مجلدات عن دار ابن حزم للطباعة. تتميز هذه الطبعة بمقدمة أصولية
في أدلة الأحكام وضوابط الاجتهاد عند المالكية، مضاف إلى حواشيها مقارنات المذاهب في أهم مسائل الخلاف، كما أضيف إليها علم المواريث. بها زيادة عناية بجديد المسائل وتحرير الأقوال وتخريج السنن والآثار. مدونة الفقه المالكي وأدلته لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني. وتراها عين الرحمن وصدور تشتاق إلى القرآن. السلام عليكم، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم من جديد. مع اتصال من الأخت هداية. السلام عليكم، حياك الله أختي الكريمة. الله يحييك يا شيخ. تفضلي أختي هداية بالقراءة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حققي كسرة الباء. أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. حقيقي كسرة الراء. مشارق، الراء مكسورة. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. نفس الشيء. الكواكب بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. نفس الشيء. واصب، صاد مكسورة، اخفضي الفك السفلي. ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخبث فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا متنا وكنا. أدخلي ألف بين الهمزتين. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة
واحدة فإذا هم ينظرون. حسبك أختي هداية، بارك الله فيك، ما شاء الله تلاوتك تحسنت كثيرا، زادك الله توفيقا وفضلا. معي الأخ ناصر، حياك الله أخي الكريم. السلام عليكم أخ ناصر. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي الكريم. مرحبتين. مرحبا، تفضل أخي ناصر، تفضل بالقراءة. والله أريد أن أقرأ لك جزء بسيط إن شاء الله من سورة يوسف. يسرنا ذلك، تفضل. بس أخي ناصر تخفض صوت التلفزيون لو سمحت. إن شاء الله إن شاء الله، بس صلح لي الأحكام الله يحفظك. أبشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الاستعاذة قبل، تعوذ أولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. ناصر شوي شوي. ألف لام، هذه ست حركات نمدوها، را حركتين. ألف لام را هكذا. ألف لام آيات كتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. حسبك أخي ناصر، ما شاء الله صوتك جميل. وتكونوا من بعده قوما صالحين. ما شاء الله تلاوتك جميلة، يعني تشبه تلاوة الشيخ سعود الشريم، فقراءة جميلة، قراءة جميلة ما شاء الله. بس أخي ناصر لابد تهتم بالأحكام. مازال معي الأخ ناصر؟ نعم معك. أخي الكريم لابد يعني تذهب لشيخ وتقرأ عليه الأحكام وتتابعنا يعني في كل الحلقات وتتصل أحيانا يعني تقرأ علينا، لابد تصحح أحكام التلاوة. صوتك في الحقيقة جميل، ينقص بس أحكام التلاوة إن شاء الله. قل يا شيخ بس لك البرنامج هذا يوميا ولا أيام محددة؟ البرنامج هذا يوم الأحد والخميس من الخمسة للستة. أحد إن شاء الله. إن شاء الله. فإن الإعادة؟ الإعادة أظنها ثاني يوم ممكن صلاة الفجر، إذا كان أعطوني الإخوة الإعادة من الكنترول حنقولها إن شاء الله خلال الحلقة بإذن الله. إن شاء الله، بارك الله فيك. بإذن الله. الإعادة بكرة إن شاء الله الساعة 12 ظهرا أخي ناصر، فتابعنا إن شاء الله وتحسن يعني تتحسن تلاوتك أكثر، وفي الحقيقة يعني صوتك جميل ما شاء الله. طيب، قلنا أن أول الخلف في الآية السادسة عشر وهي قوله تعالى وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، بإسكان الهاء. قرأ قالون عن نافع وقرأ
أبو عمرو رحمه الله. أما ورش عن نافع رحمهما الله وحفص عن عاصم رحمهما الله قرأ بضم الهاء وهو كظيم. ثاني الخلف في الآية 17، لكن كل ما نأتي على الآية 17 يأتينا اتصال، فنأخذ هذا الاتصال ثم نأتي على الخلف. معي الأخ محمد، السلام عليكم. الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي محمد. بارك الله فيك يا شيخ شخبارك. حياك بارك الله، الحمد لله. تفضل بالقراءة أخي محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكتاب لا يهدى المقيم. أيؤمنون بالغيب. أخي محمد التغطية ضعيفة عندك، يعني لو تقف في مكان في تغطية أو تعيد الاتصال بنا، لأن لا أستطيع يعني أن أسمع منك هكذا، وأيضا لا أستطيع بالطبع أن أصحح لك، فشوف مكان في تغطية وأعد الاتصال بنا. عذرا أخي محمد. في الآية 17 قوله تعالى أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ينشأ أول شيء الهمزة رسمت على الواو على الصحيح. حفص رحمه الله قرأ أومن ينشأ في الحلية، أومن ينشأ في الحلية، هكذا قرأ حفص عن عاصم. طبعا كما أسلفت ننتبه الهمزة كتبت على الواو في هذه الكلمة على الصحيح. الخلف في الآية 18 وهي قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا. الذين هم عند الرحمن إناثا، هكذا قرأ نافع رحمه الله براويه قالون وورش. عند هنا تفيد يعني عند هنا للتشريف، أي الذين هم يعني في حضرة الله، فهم يتلقون الأمر من الله بلا وساطة، فكأنهم في حضرة الله، كقوله تعالى وله ما في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. وقوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، الآية. وأيضا منه قول النبي صلى الله عليه وسلم تحاج آدم وموسى عند الله، الحديث. فالعندية هنا مجاز، والقرينة هي شأن من أضيفت إليه عند. فنافع رحمه الله قرأ وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا. مع اتصال من الأخ محمود، نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. محمود تفضل اقرأ. يا شيخ نقرأ سورة الغاشية. اقرأ سورة الغاشية، لكن قبل ما تقرأ سورة الغاشية يا محمود نقص صوت التلفزيون. حاضر يا شيخ. شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشية آمنة ناصبة تسقى ماء حارية من آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ نائلة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاهية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مدبوسة. وزرابي في مد بالألف يا محمود بعد الراء،
وزرابي مبثوثة. وزرابي مبثوثة. حسبك يا محمود ما شاء الله، تلاوتك جيدة وقراءتك يعني جميلة، بارك الله فيك. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، هكذا قرأ أبو عمرو رحمه الله وقرأ حفص رحمه الله، عباد الرحمن أي الذين هم عباد مكرمون، فالإضافة إلى اسم الرحمن هنا إضافة تشريف كقوله تعالى بل عباد مكرمون، فالعبودية هنا عبودية خاصة، عبودية القرب كقوله تعالى فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. في الآية نفسها يعني وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا كما قرأ نافع وشهدوا خلقهم، وشهدوا قرأ نافع بهمزتين. قالون رحمه الله سهل الثانية مع الإدخال وعدمه، يعني أدخل ألفا بين الهمزتين، الهمزة الأولى هي للاستفهام على سبيل الإنكار والتوبيخ، فأدخل ألفا وسهل الهمزة الثانية، وله أيضا عدم الإدخال، والراجح في الأداء هو الإدخال لأنه طريق التيسير. ورش رحمه الله سهل الهمزة الثانية من غير إدخال أشهدوا خلقهم، أما البقية فقد قرأوا بهمزة واحدة أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. الآن نأتي فيما بقي من وقت، هذا إن بقي معنا وقت نختم، لكن قبل أن أختم أخي محمد أنت قرأت برواية حفص رحمه الله، أنا أحببت يعني أن يعني أردت أن أوقف لكن لم تستمع لي، ستكتب شهادتهم هكذا قرأ حفص ليس شهاداتهم، أيضا أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، أنت قرأتها بالواو وهم به مستمسكون، هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وأعان الله على قوله. ألقاكم إن شاء الله الخميس المقبل في مثل هذا الوقت وأنتم على خير، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها يمنحها شهدا وحفا فتزيد ورودا وتلاوى وتراها عين الرحمن.